السلام عليكم، مرحبا بكم ومرحبا بالعائلة، مرحبا بالخواتات العزازات والميمات الغاليات اللي هما تاج فوق روسنا. فاليوم ان شاء الله غادي نخدموا مع بعضياتنا الصبر. فشحال من مرة كتصابلي كتخسر لينا اولا كتكمش لينا اولا كتبدا تطلق لينا الزيت، فمن اليوم ما غاديش تبقى عندنا هذه المشكلة. فتبعوا معايا المقادير وتعالوا نوريكم شنو كندير فيه انا. وبالنسبة للصابلي فكيكون عندي ناجح 100%. فبالنسبه ليا انا غندير 125 غرام ديال الزبده. بالنسبه للزبده فكنخدم بلاده، يمكن لكم تخدموا بالزبده لاده اولا اطلس، ايديال اي نوعيه كتفضل. هنا عندي 125 غرام ديال الزبده لاده، نضيف كبيسه ديال الملحه باش كنعادلو الذوق. بالنسبه لي غادي 250 غرام ديال الزبده، فغادي جوج كيسان ديال السكر سنيده. بالنسبه للعبار فبكاس العنبه. كما العاده غادي نخدم السكر سنيده مع الزبده، فغنخدمو حتى يولو عندي كريمه ورجع لي. فغندلكها مزيان بالكف ديالي بحال هكا. فغنضيف الزيت، بالنسبه للزيت فغندير كاس ديال العنبه ديال زيت المائدة. هنا عندي كاس ديال الزيت ديال العنبة، وغادي كذلك ندلكها بشوية. غندير جوج بيضات، هما عندي جوج بيضات، فغندا ندخلهم تما في الخليط. تولات عندي بحال الكريم. عاد يمكن ليا نضيف النكهات، يمكن لكم تضيفوا النكهه ديال الناطه، فبالنسبه لهاد القرعه كتكون 5 دراهم، اولا النكهه ديال الكراميل، اولا النكهه ديال الكوك، كاينه ثاني النكهه ديال البسكويت هي كتجي زوينه. فيمكن لكم تاخذوا بحال هاد النكهات ب 5 دراهم وتضيفوهم. فبالنسبه ليا انا النكهه كنضيفها حتى الاخر، حتى كنبغي نضيف الدقيق باش ما تمشيش ليا النكهه. ملي نكون كنفك الزبده بحال هكا كنكون كنضرب الزبده مع السكر وهذا، فما تمشيش ليا، كنخليها حتى نبغي نضيف الدقيق باش كتبقى صابلي محافظه ليا على النكهه. غنضيف هنا معلقه ديال العسل. بالنسبه ليا انا ما عنديش كليكوس، الا عندكم كليكوس فضيفوا معلقه ديال الكليكوس. انا غنضيف معلقه ديال العسل كما قلت لكم. بالنسبه للناس اللي عندهم كليكوس فضيفوا الكليكوس، لانه الكليكوس كيحافظ لينا على القرمشه في الصابلي. واللي ما عندوش كليكوس يضيف غير العسل. بالنسبه للمناسبات يمكن لكم تضيفوا الكوك اولا البراليني اولا البودره ديال اللوز، او بالنسبه للناس اللي ما عندوش يمكن لهم يضيفوا غير 2 معالق ديال الكريمه ديال الكريم باتيسير، واللي ما عندوش يضيف 2 معالق ديال النشا. هنا غنضيف 2 معالق ديال البودره ديال الكريم باتيسير، المعلقه الاولى المعلقه الثانيه. اللي ما عندوش يمكن ليه يضيف 2 معالق ديال المايزينا. هنا عندي بالنسبه لهنا شديت نيدو وحمرته، هو اللي غنضيفو. اللي ما عندوش نيدو يمكن ليه يضيف كوك، حتى الكوك الا كان محمر كيجي زوين. وكذلك يمكن لكم تضيفوا بودره اللوز. بالنسبه لابسط حاجه الكوك اولا نيدو، اللي ما عندكمش فبلاش. فانا غنضيف نيدو اولا حليب مجفف. بالنسبه للنكهات فانا كاين عندي النكهه ديال ليمون
عندي كما قلت لكم النكهه ديال الكراميل، ديال الناطه، عندي ديال الفريز، عندي ديال بيستاش. دابا هنا غنضيف غير النكهه ديال الناطه. بالنسبه لهنا كاين اللي بغى يضيف النكهه ديال الناطه اولا النكهه ديال البسكوي، واللي ما عندوش يمكن يكتفي غير بالقشور ديال الحامض ولا قشور ديال الليمون والفاني. فانا نضيف حسب معلقه صغيره ديال الناطه. فبالنسبه لهاد العلبه كاين 5 دراهم، وغنضيف هادشي اللي بقى ليا في الكراميل، في النكهه ديال الكراميل. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الكراميل فيمكن ليهم يضيفوا غير الفلون ديال الكراميل حتى هو مزيان. فانا غنضيف العلبه ديالي كامله، هادي اللي بقات ليا كامله. وغادي نخدم. واحد الفكره البنات، بالنسبه النيدو محمر اللي ما عندوش كاع وبغى يضيفوه ما عندوش، فيمكن لي ياخذ غير واحد البكيه ديال البسكوي اللي كيكون بالكوك ويطحنو، حتى هو كذلك كيجي النكهه ديالو زوينه وكيجي كاننا ضايفين نيدو. دابا انا غنبدا نحرك بحال هكا، انا في هذه اللحظه غناخد واحد الكميه بحال الربع، ناخدها حيت غنبغي نزيد عليها الكاكاو والمر والقهوه. هنا غنبدا نضيف الدقيق بشوي بشوي، فعندي الكاس الاول. بالنسبه للتخليطه فكنديرو غير بحال هكا، يعني كنخلطو غير بالصبع ديالنا ما كندلكوهاش. فغنزيد الكاس الثاني، غنزيد الكاس الثالث ونشوف. فبالنسبه لي انا حاطه حساب كيلو ديال الكيك وكناخد منه. حنا غير كندخلو الدقيق يعني ما كندلكوش العجينه. وهذا هو الشكل ديال صابلي، شوفوا كي داير العجينه ديال صابلي، شو هانتوما كنقدروا نشكلوها كما بغينا، غير هي اهم حاجه ما ندلكوهاش. دابا انا نقسمها وغنحطها في واحد البلاستيكه حتى نصيب صابلي الاخر اللي عندي بالنكهه ديال القهوه والشوكولاته. ندخلها الثلاجه ترجع لكم. هنا عندي هذيك الكميه ديال الخليط ديال صابلي اللي نقصت، غنضيف ليها واحد الساشيه ديال الكاكاو معلقه صغيره ديال القهوه، طلقها في نقيته ديال الماء. الا عندكم الروح ديال القهوه كيكون احسن. وغنبدا نخلطها مع الخليط ديال الصابلي اللي عندي حتى تندمج. معلقه ديال الكاكاو المر باش كيعطيني غير اللون. كنبداو نضيفو في الدقيق بشوي بشوي، نضيف
كاس تاني ديال الدقيق، فهذا الكاس التاني عندي ديال الدقيق، عجين صابلي اللي بالكاكاو هو هذا، شوفوا هانتوما ها. صافي غنقسمها حتى هي ونخليها ترتاح، وغنبدا نشكل في صابلي الاخر. كناخذ العجينه ديالي وكنسرحها ما بين جوج مكات، اولا الا كان عندكم بابي كريسون خدموا بيه. فانا كناخذ المكه ديالي كنرش شويه بالدقيق، كناخذ الكميه ديال العجينه ديالي وكنسرحها بالمدلك. يمكن لكم تخدموا اي شكل او لا طابق كتبغيه. بالنسبه لك كنتو غتلصقوا جوج مع بعضياتهم فديروا العجينه رقيقه، الا كنتو غديروا صابلي واحد فخلوها شويه غليظه. فبالنسبه لي انا هذا السمك كافيني، غندير حلوه الحلال. هانتوما شتو، بالنسبة للشكل التاني فغناخد القطاعة، قلتلكم أي نوع ديال القطاعة عندكم وغنبدا نقطع. هذا الشكل الثالث، فغناخد هذه القطاعه بالنسبة للكرة ديال الشوكولا، وغادي نسرحها وغادي نقطعها بهاد القطعة. هذه هي الطاوة ديالي الثانية، شو فدرت هنا شكل دائري، هنا شكل قلب، هنا شكل أوفال. بالنسبة للفرن فأنا كنكون ناقصه مهله مهيل، فكنخلي صابلي طيب على خطرها باش كتجيني مقرمشة، وكنخلي بالنسبة للفرن نرشع على من الفوق ومن تحت. بالنسبة للناس اللي عندهم فرن كهربائي فيطيبوها على 160 حتى 170، يعني ما يديروش على نار مجهده باش ما تحمرش ليهم وتبقى ليهم عجنه من الداخل، لا يخلوها حتى تقرمش. كنتمنى انه وصلتكم الفكره. فهذا هو الشكل النهائي ديال الصابلي ديالنا، شوفوا كي كيجي، فكيجي مذهب، ما نخلوش حتى كيحمر، بالعكس كنخلوه غير ياخذ اللون الذهبي. هانتوما تسمعوا شتو، ها هو الشكل الاخر، هذا الشكل كذلك، هنا هاد الشكل اللي كيلصقوا مع بعضياتهم شي كنلصقهم بالكونفيتير. هاد الشكل ديال الدائري، هاد الشكل ثاني ديال الاوفال حجم كبير، شوف هذا الشكل ديال القلب. شتي ب 125 غرام ديال الزبده فحضرنا سبعه الاشكال، كيحمروا الوجه وكذلك كنزينوا بهم طابله ديال الفطور ديال العيد اولا اي مناسبه عندنا.